معكم أعزائي الطلبة، إن شاء الله تكونوا بخير. وياكم الدكتور يوسف كنعان، بكالوريوس طب وجراحة عامة جامعة النهرين، أحد أساتذة أكاديمية القمم الطبية، أستاذ مادة الميديسن أو الباطنية. اليوم المحاضرة هي 19 من محاضرات المادة ككل، وهي التاسعة بالكورس الثاني بعنوان Bacterial Infections Part 2. طبعا هي تكملة للبكتيريا Infections بالميديسن. إذا تلاحظون احنا الشغلات اللي ناخذها بالبكتيريا أو بالمايكروبيولوجي دي نرجع ناخذها بالميديسن، بس بالميديسن دي يركز أكثر على الكلينيكال برزنتيشن، وده يركز أكثر على التريتمنت. زين، شوية انفستيجيشن، تمام، مو مثل المايكروبيولوجي ده ناخذ الجينيتك ستراكشر، ده ناخذ الفيريولنت فاكتورز، وهنا ذني شغلات مهمة كمايكرو. زين، فالبكتيريا اللي راح ناخذها بهاي المحاضره من انواعها يعني او من امثلتها هي البليك. البليك او الطاعون، زين، مرض الطاعون هو كوزد باي بكتيريا، زين، اسمها يرسينيا بيستس. زين، فهو البليك هو مو اسم بكتيريا، هو اسم مرض الطاعون. زين، هاي اليرسينيا بيستس هي عباره عن شنو؟ عباره عن جرام نيجاتيف باسيلاي تنتقل ما بين البراغيث، زين، مال منو؟ مال جرذان، يعني من والى البراغيث والجرذان. زين، طبعا هاي الجرذان اللي هي موجوده باماكن القاذورات، ويعني اكو ناس همين ممكن يعيشون يمهم، فذول الناس يكونون ممكن معرضين لهاي المرض او هذا الانفكشن مال يرسينا بيستس، لان يرسينا بيستس موجود على البرغوث اللي موجود على الرات، اللي هذا الرات الموجود يم الناس وممكن ينقل هذا المرض لذول الناس. زين، تمام. طبعا منو همنا الاكثر عرضه؟ الهانترز، الصيادين، الترابرز، اللي هم دائما لهم يعني القابليه انهم يلزمون الفيران، او يعني يتعرضون للفيران، او يصير عندهم تلامس للفئران. زين، بالليت ستيج مال الهيومن بليك اليرسينيا بيستس ممكن هي تطلع من الهيومن بنفسه، وممكن ينقل هذا المرض الى شخص اخر، يعني يصير ما بين هيومن وهيومن، بس بالليت ستيج وبالنوع النيمونيك بليك، لانه البليك هو له 3 انواع. زين، نيمونيك بليك، بيوبونيك، وسبتسميك. هسه ناخذها بهاي المحاضره اللي قدام. زين، فتعالوا ناخذ معلومات عامه عن البليك. هو epidemics of plague such as black death، زين، يسموها الموت الاسود، صارت بالانشنت تايم، صارت من زمان بالانشنت تايمز، زين، بايام العصور الوسطى هوايه كان يجي ويعني يقتل هوايه هوايه من الناس. زين، لانه الفيرست ساين عاده اللي يشوفوها موت الفئران. زين، the plague foci are widely distributed throughout the world including USA. Human cases are reported from about 10 countries. زين، about 10 countries per year. يعني ممكن اكو فد كم كيسين تطلع لك، يعني مو هيك كومن هو هذا الانفكشن، ويعني شبه انه اندثار. زين، بس اليرسينا بيستس يعني هي بوتنشال بايو ويبن، ممكن واحد يقدر يطورها ويستخدمها كسلاح بيولوجي. زين، لانه هي ممكن تنتقل من البيرسون تو بيرسون، ومن هي تنتقل تسوي هاي فيتاليتي وتسبب نيمونيك بليك اللي هو يسبب نيمونيا ويسبب التهاب حاد بالرئه. زين، كلام شيء ماكو داعي يعني ماكو داعي ابدا تركزون عليه او تحفظوه. زين، بس اللي يهم هي اسمها يرسينيا بيستس، تنتقل ما بين البراغيث والرات. زين، البراغيث والرات مالتهم هم اصدقاء، البرغوث يعيش على هذا الرات، وهذا الرات طبعا يتواجد باماكن وجود الانسان، والانسان ممكن يتعرض لهذا الرات، سواء ميت سواء هو يقتله. زين، هو الانسان يقتل الرات وممكن يتلامس وياه وينقل له المرض. زين، تنتقل الى اليرسينيا بيستس وبالتالي يسبب البليك. زين، شوفوا هاي ممكن الترانزميشن هنا. زين، وين يصير؟ شوفوا يونايتد ستيتس بهاي الاماكن. زين، بهذا الاماكن بليبيا همينه، هنا عندنا شويه بالعراق يمكن. زين، هاي هي الكيس ريبورتس صارت، تمام. ككلينيكال فيتشرز، زين، الترانزميشن او الاورجانيزمز من وين تجي؟ عن طريق السكن. زين، ويروح للنمف نود. زين، هناك يصير انفلاميشن. زين، وممكن يسبب هيموراجيك انفلاميشن. زين، the infection is not contained، لما ما اسيطر عليه ممكن يصير sepsis و necrotic purulent hemorrhagic lesions develop in many organs. يعني هذا المرض يجي عن طريق السكن، وراه يدخل لللمف نود.
زين، ومن الليمف نود يسوي انفلاميشن ويسبب هيموراجيك، ممكن يسوي سبسز زين، نيكروسز، هيموراجيك ليجنز بكل الاورجانز زين، اوليجيوريا بالتالي، وشوك، سبتسيميا، سبسز، شوك زين، والشوك همينه ويا الدي اي سي يعني الصديق مالته اللي دائما وياه، ويا يعني هيموراج من كل مكان زين. طبعا الدي اي سي نعرفه احنا هو ديسيمينيتد انترفاسكولار كوجيوليشن، اللي هو هيموراج من الاورفيسز، من البنكتشر نيدلز and so on زين. Inhalation of Yersinia pestis causes alveolitis. إذا أنت استنشقت اليرسينا بيستس انت راح يصير بيك الالفيولايتس، هو التهاب بالبويصلات الصفراويه. انكوبيشن بريد ما بين 3 الى 6 دايز، ممكن يصير شورتر بالنيونيك بليد لانه ينتقل اسرع ثرو ذا انهيليشن زين. ماشي، شوفوا هسه احنا قلنا اكو انواع للبليك، اللي هو البيوبونيك بليك، سبتسيميك بليك، والنيمونيك بليك. هذني الانواع الثلاثه، هذني ام سي كيوات يجيكم يعني، مثلا وحده من ذني هي ليست نوع من انواع البليك، جيب لك سيستم مثلا سبتسيميك ونيمونيك، جيب لك مثلا جي اي تي بليك زين، فتختار الجي اي تي زين. فاول نوع اللي هو البيوبونيك بليك، هو شنو اكثر نوع كومن يعني اكثر واحد شائع بذني الثلاثه هو البيوبونيك بليك. شنو هو؟ هو عباره عن ديزيز اوف سادن رايجر وهاي فيفر دراي سكين وهيدك، يعني خلينا نقول كونستيتيوشنال سيمتومز، سيمتوم اعتيادي، خلينا نقول فلو لايك إلنس زين. ولا شيء يصير، يصير ايكينج وسويلنج بالليمف نود اللي افكتد تمام. وين هو الموست كومن سايت؟ اللي جروين، فيكون شغله اسمها بيوبو زين. البيوبو عباره عن سوولن ليمف نود زين، سراوندينج تشو زين. هاي تشوفون هاي الليمف نود كلش تصير كلش كبيره وحولها فت تشو، فهاي البيوبو. البيوبو هي عباره عن ليمف نود متورمه، ويا هو اكثر مكان كومن هو الجروين، يعني بيوبونيك بليك هو بدايته فلو لايك الناس وراها تكوين البيوبو زين تمام. البيوبو هو عباره عن ليمف نود، وين موجوده؟ موجوده بالجروين، هاي المنطقه زين. ماشي، some infections are relatively mild but in majority patient toxemia quickly increase with rapid pulse hypertension and delirium. يعني ممكن تتحول الى septicemia وتتحول الى sepsis زين. طبعا sepsis عباره عن hypotension و rapid pulse وهاي الامور زين. spleen palpable يعني splenomegaly. فالبيوبونيك بليك عباره عن flu like illness, bubo formation ممكن يتحول الى toxemia وsepsicemia وشوك، وعندك splenomegaly most common زين، هو most common of the plague types أو plague diseases and the most common site إله هو the groin زين. ذني تحفظون ام سي كيوات تجيكم، حط لكم اياها بالاحمر الطوف زين. زين هسه السبتسيميك طبعا those not exhibiting the bubo usually deteriorate rapidly with high mortality. اذا انت شخص ما صار لك البيوبو وانت عندك اصلا بليك، انت راسا تموت زين. يعني اذا انت عندك بيوبو يعني مو دائما تتطور الى سبتسيميا، بس اذا انت ما صير عندك النوع مال بيوبو وانت صار عندك السبتسيميك بليك، فهنا عندك هاي مورتاليتي ريت. عاده من هم الالدرلي قليل المناعه ذولا زين، يصير توكسيك بيشنت وعنده جي اي تي سيمبتومز such as nausea, vomiting, pain, diarrhea ما صارت هاي بالمنو بالبيوبونيك بليك زين. راح يصير دي اي سي بليدنج من الاورفيسز من بنكتشر سايتس زين، ويا اكيموسز مثل هيك طقع طقع بليدنج زين. راح يصير هايبرتنشن وشوك ورينال فيلر واي ار دي اس واكيوت ريسبيرتوري سيندروم زين، ويا ديتيريوريشن زين. راح يصير مننجايتس، نيمونيا زين. النيمونيا هنا راح يصير وياها كف اوف بلاد ستين سبيوتم، وهذا السبيوتم بي شنو بي اليرسينيا بيستس، وهاي اليرسينيا بيستس هي تصير يعني كونتيجيوس زين. زين ماي كومبليكيت سبتسيميك اور اوكيجنالي بيوبونيك بليك. هنا اليرسينيا بيستس هاي المننجايتس والنيمونيا والاكسبكتوريشن ممكن لو هو من البيوبونيك او هو عاده من منو من السبتسيميك تصير زين. فالسبتسيميك عباره عن بكل اختصار جي اي تي سيمبتومز زين، هاي مورتاليتي ريت وذ شنو؟ وذ شوك اي ار دي اس دي اي سي رينال فيلير وشمرها جماعه الشوك كلها تقدر تشمرها بالسبتسيميا، من اسمها سبتسيميا يساوي مشوك انتهت زين. والشوك منه صديقه الدي اي سي زين. النيمونيك بليك، نيمونيك من اسمه
نيمونيا. ممكن يصير برايمري انفكشن باللنج، يعني الانفكشن يصير لك بالرئه مالتك، زين، سادن وذ كف ودزنيا، اعتيادي نيمونيا كف ودزنيا وهاي الامور، زين. وراها يبدي البيشنت يطلع بلود ستين، احنا مو قلنا هيموراجيك انفلاميشن، فبالتالي يطلع لك بلود ويا الكف، فروثي يصير بوغف، زين، ويكون انفكتيف سبيوتا. وراها البيشنت يصير ساينوست ودايز بسبب الريسبيراتوري فيلير، هنا بسبب يعني انفكشن قوي ويا سكريشنز هوايه ويا بلادي سكريشن، ويعني الانسان ما يلحق ويموت، زين. التشست راديولوجي من اني اتشيكه، زين، القاه هو بايلاترال انفلتريت، زين، ممكن راح تلقى نوديولار، زين، انفلتريشن، ويتحول الى اي ار دي اس لايك بيكتشر. اي ار دي اس لايك بيكتشر يعني شنو؟ اي ار دي اس هي عباره عن اكيوت ريسبيرتوري ستريس سيندروم، يعني عندي بات وينج ساين شان هي بولمونري اديما بس وذ سمول هارت، يعني هي بولمونري اديما مو شنو كارديوجينيك، يسموها نون كارديوجينيك بولمونري اديما، زين. هي عاده تصير يعني بسبب النيمونيك بليك، وطبعا لها هواي اسباب هاي الاي ار دي اس، زين، ماشي. كانفستيجيشن، زين، نسوي كلتشر، من وين نجيب هالكلتشر؟ من البلاد، من السبيوتا، من البيوبو اسبايريت حتى اقدر اسحب، زين. طبعا الرابيد دايجنوسيس ممكن استخدم جرام ستين، جيمس ستين، وايسون ستين، زين. طبعا الوايسونز هاي بيها الميتايلين بلو، زين. طبعا اليرسينا بيستس شلون شكلها؟ شكلها باي بولر ستيننج كوكو باسيلاي، زين، و sometimes referred as having safety pin appearance، كأنه دمبوس الأمان، زين، كأنه safety pin شكله، زين. طبعا أقدر أشيك همينة بالإميون فلوريسنس تكنيك، وهمينة بالأنتيبادي، ألقى هاي تايتر أنتيبادي، وممكن ألقى بالبي سي آر. Then in investigation culture أسوي لها staining، زين، immune fluorescence antibody detection و بي سي آر، نقطة راس السطر. كمانجمنت طبعا التريتمنت لازم يبدي as soon as possible، حتى قبل ممكن لتعرف انه هاي الاعراض، بس ويا الهيستوري يقول لك اني صياد ويعني هوايه فيران رحت قتلت ما ادري شلون، وهاي انت راسا حاول تتطي، زين، حتى اذا انت يعني ما مدقنز وما هاي، يعني مجرد يعني سيمتومز وهيستوري، بدل ما تدقنز انطي تريتمنت، لا تخاف. ايش تطي؟ تطي ستريبتومايسين، زين، او جنتامايسين، وهاي الدوزز هي هاي الدراج اوف تشويس، زين. الدوزز مو عليكم مثل ما قلت لكم، ما تنسألون بيها، زين. التترا سايكلين، زين، 500 ملي جرام 4 تايمز ديلي، زين، ويا كلورامفينيكول ممكن يكون الترناتيف. فلوراكينولون ممكن تطي طبعا حتى هو افكتيف، زين. ممكن اذا هو جايك بسبتسيميك بليك ممكن تنطي وياه سبورتيف تريتمنت، كمثلا اذا هو مشوك تعطيه فلويد دي اي سي تعوضه، هايبوكسيا تسوي له فنتليشن اند سو اون، زين، ماشي. فهي التريتمنت سهله. البليك عباره عن ثلاث انواع: بيوبونيك موست كومن، سبتسيميك، ونيمونيك. من اسمها شايف الاسم؟ اخرط جوا، اكتب اللي يعني اللي ببالك على السبتسيميا. ايش تتذكر على السبتسيميا؟ هي عباره عن شوك، زين. ايش تتذكر على البيوبونيك؟ هو بس البيوبونيك شويه يعني يختلف، وشوفتكم شلون الكلينيكال بيكتشر مالته، عباره عن ورم مال ليمف نود موجود بالجراين اريا، زين. اما النيمونيك بليك هو عباره عن كف، وهاي نيمونيا اعتياديه ويصير اي ار دي اس. خلصت، هذا هو، زين. كبريفنشن اند انفكشن كنترول، يعني لازم انت تقضي على الراتس والبراغيث والامور، ويعني البيئه مالتك تحسنها، تهتم بنظافتك، تقضي على منو؟ تقضي على الفئران، زين، وافويد الهاندلنج للمنو، للهاي الانيمالز، لا تختلط بالانيمالز، زين. اي بيشنت اني شاك بيه اسوي له ايزوليشن اقل شيء 48 ساعه، زين، الى ان يتحسن، لان يعني البيشنت هذا مثل ما قلنا ممكن يكف يقح لك منو اليرسينا بيستس، زين. ماشي. الاتندنت ماست وير جاونز ماسك وجلوفز، اي واحد ممكن يختلط لازم يلبس هذا القناع والهاي، اذا شفتوه بالبدايه طبعا هذا بالعصور الوسطى كانوا يلبسوه، بس هسه طبعا تطورت الحكايه، زين. الاكسبوز سواء سمبتوماتيك او اسمبتوماتيك، اكسبوز يعني هو مخالط للمريض، سواء هو عنده سمبتومز او اسمبتوماتيك، زين، وصار له ان كلوز كونتاكت، ممكن تنطي انتي بايوتيك بروفيلاكسس اللي هو دوكسيسايكلين اور سيبرا،
زين فور جيت فور 7 دايز. طبعا اكو فاكسين طوروه موجود وممكن يعني دي يطورون بيه، بس هو يعني مو هالقد كومن كومن بليك، لانه طبعا شويه بيئتنا تحسنت، الفئران قاموا يبون عليها طايره زين. بس طبعا بالمناطق الشعبيه كلش، اللي هي مهتمه بالنظافه، الزبل بكل مكان حشاكم، يعني ممكن نفكر ببليك اذا واحد اجاني مثلا وعنده هاي الاعراض زين. المرض الثاني اللي هو الاستريوسز او الاستيريا زين. طبعا الاستيريا مونوسايتوجينز هي اللي تسبب الاستريوسز. شلون هي اليسينا بيستس هي تسبب بليك، فالاستيريا مونوسايتوجينز هي اللي تسبب الاستريوسز. هو عباره عن جرام بوزيتيف، ركزوا لي، جرام بوزيتيف بكتيريا زين، هاي هواي تجي ام سي كيوات زين، لان الاستيريا مونوسايتوجين تنسى، والكل يقول هاي لا مو ستربت مو ستاف، فهي اكيد جرام نيجاتيف، لا هي جرام بوزيتيف زين. طبعا شلون تجي للانسان؟ عن طريق الكونتامينيتد فود، الفود الوسخ حشاكم هم زين. يعني بما معنى اللي بي فيجيتابلز ما مغسول، التشيز، التشيز هم يعني كلش هوايه يعني الناس ياكلون مرات تشيز وهو كونتامينيتد، ويطلع هو الاستيريا مونوسايتوجينز. الاندر كوكت ميت مثل الفيش مثل التشيكن زين. ماشي، البكتيريا همينه بالرفرجريتر ممكن تحسن، تسوي انريتشمنت للجروث الغير بكتيريا. يعني هي اذا الفريزر ما بي تبريد زين، والثلاجه ما بيها تبريد زين، هي تكون موجوده على الاكل وتسوي انريتشمنت زين للمنو اللي حولها، وتسوي بكتيريا يعني جود ميديا للبكتيريا، وتسوي اوت جروينج للاذر كونتامينيشن بكتيريا زين، فيسموه هذا كولد انريتشمنت زين. ما علينا، معلومه هيك زين. الفود بورن اوت بريكس اوف gastroenteritis have been reported in immune competent individuals، يعني حتى لو هو immune competent ممكن يصير عنده gastroenteritis زين. الليستيريا عاده تسبب ديزيز قوي بمنو؟ بالجماعه اللي مناعتهم تعبانه، pregnant women older than 55 immune compromised زين. فهي باختصار شديد الليستيريا مونوسايتوجينز هي جرام بوزيتيف، تجيك عن طريق الاكل الملوث زين، وتسبب ممكن جاسترو انترايتس حتى بالاميون كومبتنت. اما سيريس ديزيز بالبريجننت ليدي وبالاولدر والاميون كومبرومايز. وضحت؟ وضحت زين. تعالوا نقرا. ان بريجننسي ان اديشن تو سيستميك سيمبتومز مثل الفيفر ميالجيا الليستريوسز كوزز كوريومينايتس فيتال ديث، للطفل تسبب الكوريومينايتس اللي هو التهاب البلاسنتا خلينا نقول، وممكن تسبب فيتال ديث، ممكن تسبب ابورشن، نيونيتال انفكشن زين. اذر individuals اللي هم susceptible يعني مناعته قليله خلينا نقول زين، ممكن تسبب سيستميك illness بسبب البكتيريميا without focal symptoms، ماكو سيمتوم مميز بس تسبب شنو؟ بكتيريميا. طبعا هو كوز مهم للمننجايتس زين. المننجايتس اني عاده يعني على مود ادقنزهم اسوي لهم ال بي اللي هو شنو؟ اللمبر بانكتشر، وهذا اللمبر بانكتشر اروح احلله واشوف اشيك هل هو بكتيريا هل هو فايرال زين. راح تلقى انه نسبه الجلوكوز نورمال بالسي اس اف زين، تلقى نورمال نسبه الجلوكوز، فبالتالي انت راسا تشك تقول هاي احتمال الاستيريا مونوسايتوجينز زين. تمام. is the next most common presentation. CSF usually shows increased neutrophil، يعني normal glucose ويا زيادة بالنيوتروفيل زين. but occasionally only the mononuclear cells are increased زين. تمام. CSF shows increased neutrophils but occasionally بس المونونيوكليار cells are increased، يعني مرات المونو نيوكلير بس، ومرات طبعا نيوتروفيل، يعني هاي وايت بي سي، لا تدوخ نفسك زين. ف اختصار بريجننسي تسبب لها فيفر وميالجيا، وممكن تاذي الطفل، تسوي له فيتال ديث، تسوي له ابورشن، كوريمينايتس زين. الجماعه اللي هم مناعتهم ضعيفه سسبتبل بكتيريميا وذاوت فوكال سيمتومز، مننجايتس مننجايتس مننجايتس، حلو تحتها ثلاث خطوط مالتك ال بي من اسحبه القاه نورمال سي اس اف ويا هاي وايت بي سي زين، انتهت سي اس اف جلوكوز يعني زين. تمام. كانفستيجيشن ومانجمنت، شلون اني يعني اسوي لها انفستيجيشن؟ انه اسحب طبعا كلتشر، اسحب من البلاد ومن السي اس اف وكلتشرها طبعا بالميديا الاعتياديه زين. ما تاكل تريدمنت عاده لازم تخبط زين، اوكسلين اور امبسلين بلس شنو امينو جلايكوسايد
زين السلفاميثاكسازول وترايميثابرين ممكن يستخدم اذا انت عندك بنسلين الرجي. زين سيفالوسبورينز اللي هو سيفوترايكزون مالتنا الخارق اللي احنا نستخدمه ما يفيد، ما يفيد لانه سيفالوسبورينز ما تشتغل على الاستيريا مونوسايتوجينز. زين لذلك اني يعني من يجيني من انجايتس مو راسا اشق بسيفوترايكزون وهذا وانتظر، لا لازم اسوي كلتشر زين يعني انطي همينه بنسلين واحط باعتباري انه مرات هذا الكوز هو الستيريا مونوسايتوجينز وهي ما تتاثر بالسيفالوسبورين. وهاي ام سي كيو مهمه جدا جدا، هاي المعلومه احط لكم اياها بالاحمر الطخ. زين اذا اجاكم مثلا كيس بالامتحان يقول لك هذا اجاك طفل ويا مننجايتس سحبوا له سي اس اف لقوا له نورمال جلوكوز ولقوا له هاي وايت بي سي، زين ممكن يعطيك سجستيف اوف الستيريا مونوسايتوجينز. ذوز ار ذا تريتمنت اوف يعني اوف تشويس اكسبت يحطك سيفالوسبورين او سيفوترايكزون تختاره. زين يحطك مثلا سلفا، يحط لك الامينو، يحط لك البنسلين، يحط لك السيفالوسبورين وتختاره هو الغلط. زين ماشي. طبعا لازم احنا يعني الفود مالتنا ننظفه. زين البريجننت ليدي تقول لها اهتمي باكلج. زين لا تاكلين التشيز اللي هو احتمال يصير يعني تلفان بالثلاجه. زين تمام هي هاي الستيريا مونوسايتوجينز. اهم شيء تركزوا لي على كلمه بريجننسي، تسوي ابورشن هاي المننجايتس وهاي المعلومه مال سيفالوسبورين والمعلومه يعني نورمال جلوكوز سي اس اف، هي هاي من الستيريا مونوسايتوجينز. زين يلا البكتيريا الاخيره اللي راح ناخذها او المرض الاخير اللي راح ناخذه اللي هو التايفويد وبارا تايفويد او الانتريك فيبر. طبعا اخذناه احنا بالسلمونيلا ويمكن هذا الكلام هو عباره عن تكريس حب لان يعني السلمونيلا كانت كلش يعني بيها ديتيلز. زين واخذناها ان شاء الله فهمناها ويانا زين ويا استاذ الميكروبيولوجي مالتكم. زين بالنسبه للتايفويد وبارا تايفويد شلون تنتقل هاي البكتيريا الك؟ عن طريق الفيكا اورال، وين موجوده؟ بالانديا سب كونتيننت، بالسهارا، باللاتينا، على مناطق هيك موزعه حول العالم. زين ماشي elsewhere رير بس بهذني الاماكن هي اكثر شيء. زين شنو الانتريك فيفر او تايفويد فيفر؟ منو اللي يسببها؟ يسببها سلمونيلا تايفي وسلمونيلا بارا تايفي اي اند بي. زين افتر فيو دايز اوف بكتيريميا البس اللاي وين تروح؟ تروح بالليمفويد تشو مال سمول انتستن، حكيت لكم اياها هاي. زين يسبب ليجنز وين؟ بالباير باتشز او خلينا نقول بالليمفويد تشو مال جي اي تي اللي هو الباير باتشز. زين these swell at first then ulcerate then and usually heal، يعني بالبدايه تورم وراها يصير بي ألسر وراها يصير بي هيل. زين فعندك هاي البكتيريا بالبدايه تدخل الجسم الانسان تمام، بعد البكتيريميا طبعا يفتر بالبلاد ويروح وين؟ يروح لوكالايز بالليمف تشو مال جي اي تي. زين وهذا الليمف تشو مال جي اي تي يصير له سوالينج وراها السريشن وراها يصير له هيلينج. حكينا هاي المعلومه 5% يصيرون كرونيك كاريرز يعني يبقون اكسكريشن هاي السلمونيلا افتر 1 يير. زين ومرات يكون بالجول بلادر زين وينفرز انترميتنتلي ان ذا ستول وممكن باليورين. طبعا مو بس بالجول بلادر تكون حتى بالجي اي تي ممكن يبقى. زين كلينيكال فيتشرز طبعا تقسمه الى ويكس، فيرست ويك، سكند ويك، ثيرد ويك. زين فيرست ويك، سكند ويك، ثيرد ويك. فيرست ويك عباره عن كونستيتيوشنال سيمتوم ويا برادكاريا اذا تذكرون كونستيبيشن. زين وممكن دايري فوميتنج بالتشلدرن بس هي كونستيبيشن برادكاريا ومايالجي، هاي الثلاثه المثلث هذا هيك يسوي عليه خلط. هذا يعني اذا يجيب لك كيس انت تلقفها انه هي هاي انترك فيفر او تايفويد فيفر ذني ريليتيف برادكاريا ويا كونستيبيشن ويا مايالجي. زين وراها بالسكند ويك تطلع الروز سبوت، حاكي لكم اياها موجوده على الجسم. زين وحجمها 1 الى 4 ملم اذا تذكرون بالمايكرو. زين بالسكند ويك يصير لك سبلينوميجالي، ابدومينال ديستنشن، دياريا. زين وكف ماشي. بالثيرد ويك يصير ديليريوم كومبليكيشن، كوما اوف ديث اف انتريتد. لازم احنا نعالجها، اذا ما عالجنا الانتريك فيفر هي ليثال تقتل. زين هذا طبعا ملخص للحكي اللي راح نحكيه هسه. زين فهسه الانكيوبيشن بيريود مالتنا من 10 الى 14 يوم. التمبرتشر فيفر طبعا بالفيرست ويك راح يصير كستيب لادر يعني شويه شويه تزيد.
4 to 5 days زين with malaise headache drowsiness aching mail الميالجيا وهالامور. شوفوا انا حطيت لكم ستيب لادر فيفر تايفويد فيفر حاطيكم اياه فيفر، فانت اذا ما حطيت فيفر انت غلط. كونستبيشن ليش يصير؟ لانه الليمف نود شايفين مو احنا قلنا يصير له سويلنج، هذا الليمف نود يضغط على الاليوسيكال فالف بالتالي يسوي كونستبيشن. بالتشلدرن ممكن سبب دياريا وفوميتنج زين. ذا بالس ريليتيف برادي، شوف حاط لكم اياها بالاحمر الطوخ. ذني الكي words of this يعني سلايد او مال انتريك فيفر بشكل عام زين. هذا بالفيرست ويك زين. هسه بالسكند ويك هذا الراش مالتنا يا هو اللي هو اسمه روز ريد سبوتس، هذا موجود على الابدومين وهي عباره عن نوديولز سلايتلي يعني رايزد زين. وطبعا هاي من تضغطها فيد تختفي يعني عندها بلانشنج افكت. موجوده بالوايت سكين زين، راح يصير كاف ايبستاكسس زين. around the 7th 10th day the spleen becomes palpable زين. السبلين اوميجا اللي اذا تشوفون هنا أنا موجود بالمين موجود بالسكند ويك زين ماشي. هسه عندي الكونستبيشن از فولود باي دايريا ابدومينال ستنشن وذ تندرنس. الكونستبيشن يتحول الى دايريا زين. بالاول ويك ممكن كتشلدرن ممكن يصير كله دايريا من الاول ويك والسكند ويك زين. اما الاعتيادي فيرست ويك كونسبيشن وراها يتحول دياريا زين. ممكن يصير برونكايتس ديليريوم واذا انت ما عالجته البيشنت يصير كلش توكسيك ويموت زين. هذا الفرق ما بين التايفويد والباراتايفويد. التايفويد يصير اطول ومور سيفير وهنا شورتر ومالدر زين. ستيب لادر فاشن فيفر ابربت اونست وذ اكيوت انترايتس زين. انسيديوس يعني شويه شويه اما هنا راسا زين. less abundant the rash may be more abundant هنا دا يحكي على الراش زين. more frequent the intestinal complication less frequent هنا دا يحكي على intestinal complication مقارنه كلش تافهه. واذا تبدون ما تراجعوها هاي بس عرفوا انه الباراتايفويد هي mild disease اما التايفويد هو severe disease ولازم يتعالج. واحنا قلنا اذا ما تعالجه يصير شنو profound illness والبيشنت يديد زين. كومبليكيشنز زين تقسمها عاده التايفويد فيفر ممكن تضرب لك اي عضو زين اي احشاء ممكن تضربها زين. ف باول بيرفوريشن هيموريج سبتك فوكاي زين تروح كسبس زين كوليسيستايتس مننجايتس او يعني خلينا نقول فد لوكالايزد انفكشن وين بالبون جوينت بالجول بلادر بالمننجايتس تمام. توكسيك فينومينا تسبب مايوكاردايتس نيفرايتس شفتوا اي عضو ما ماكو عضو هاي زين. بريزيستنس جول بلادر كارج يتحول الى كرونيك كارج يظل يسوي اكسكريشن للهاي البكتيريا ويوزعها الى جميع انحاء العالم زين. فهنا اي جزء بجسمك هو الضرر دائما اعرفها هاي كومبليكيشن بالمنو بالتايفويد فيفر. فهاي اعاده للبوكس اللي حكيناه هيموريج بيرفوريشن اوف ذا السريتد بايرس باتشز زي مي اكر ات ذا اند اوف ذا سكند ويك اور ديورينج ذا ثيرد ويك اوف الس. بقى الكومبليكيشن عاده تصير بالاخير اي كومبليكيشن ذبها ورا الويكند زين لان يعني هنا بدا الديزيز يطول وبدا انت ما سويت له تريتمنت زين. ادروب ان تمبرتشر تو نورمال اند سب نورمال ليفل مي بي فولسلي ري اشورينج ذا بيشنت وذ انتستاينال هيموريج. يصير له انتستاينال هيموريج البيشنت وهنا التمبرتشر تبدي تقل ويعني تقول البيشنت يقول اه انا تحسنت لا هنا اكو هيموريج اتمدت يعني ما ملاحظه زين. الكومبليكيشن انفولف اني فيسكس مثل ما حكيت لكم زين. بيكوز البكتيريميا بريزنت ديورينج ذا فيرست ويك بسبب انه الفيرست ويك تطورت البكتيريا وصارت راحت لكل مكان زين. طبعا الجوينت والبون انفكشن از كومن ان تشيلدرن وذ سيكل ديزيز. هاي تجيكم ام سي كيو هاي المعلومه يقول لك يعني هذا البيشنت زين تشايلد وعنده سيكل ديزيز ويجيك بون وجوينت انفكشن افتر مثلا سبلينوميجالي افتر تو كورس اوف يعني 2 ويكس كورس اوف دياريا زين. تشك انت بالتايفويد فيفر وتقول هاي كومبليكيشن من البون اند جوينت انفكشن بالمنو بسبب التايفويد زين. كانفستيجيشن بالفيرست ويك كلش صعب لان السيمبتومز مالتي بعدها كونستيتيوشنال وعباره عن بكتيريميا بالبلد وما راح تعرف هل هو يعني شنو هو السبب. لذلك انت مو ببالك ان تدزه الشغلات السبيسيفيك للمنو للتايفويد زين. عامه من تدز سي بي سي راح تلقى نيكوبين يعني قله بالوايت بي سي. البلاد كلتشر ممكن تشيكها. الستول كلتشرز
تطلع لك بالسكند والثيرد ويك لازم. الويدال تيست هنا يشيك لك الاو والاتش انتيجين اذا تتذكروها مال منو مال البكتيريا، بس هو مو سبيسيفيك. الويدال تيست عمره ما كان سبيسيفيك، مرات يطلع بوزيتيف عند ناس وهم اصلا ما عندهم زين، وهذا طبعا يقطون به العالم يقولون انا مسوي التحليل مال تي 4 زين وهو اصلا قاطع يعني زين. تمام، هاي الانفستيجيشن يعني سي بي سي تلقى بيه ليوكوبينيا كلتشر زين بلود طبعا، والستول كلتشرز يعني بالسكند والثيرد داي زين، والويدال تيست اللي هو تشيك الانتيجينات. كمانجمنت كتريتمنت زين لازم تشيك السنسيتيفيتي تيست، لازم تشيك هاي البكتيريا هل يشتغل عليها انتي بايوتيك ولا لا، يعني كلش ريزيستنت زين. كلورامفينيكول امبيسيلين زين كوترايمكسازول هم يشتغل زين. ذولا يعني بدوا همينه ويا الوقت يعني يخربون بسبب هذا الريزستنس، لذلك لازم تشيك السنسيتيفيتي تيستنج زين. البيست الدراج اوف تشويس هنا هو الفلوروكينيلونز وممكن نالدكسيك اسيد زين، ممكن السيفالوسبورينز يشتغل كالترنتيف زين. وهمينا عنده فيلر ريت يعني، احنا هاي الانتي بايوتكس اللي حكيناها كلورامفينيكول امبسيلين كوترامكسازول بدت يعني لوزينج ذير افكت، وخاصه بعض الارياز زي مثل ساوث ايست ايجيا زين. وعندك السيفالوسبورين هو الترناتيف للفلوروكينونز، بس هو همينا بدا يصير فيلر ريت. الافضل الافضل هو الفلوروكينونز هو الدراج اوف ذا تشويس. ازيثروميسين وهم همين ممكن يشتغلون بالريزيستنس للفلوروكينولونز. التريتمنت يطول لازم اسبوعين، البايركسيا ممكن تطول 5 ايام خاصة يعني بعد البدء بالعلاج زين. اكو ناس حتى لو بالعلاج ممكن يصير كومبليكيشن وممكن يرجع المرض او ممكن يصير كارير زين، هنا ممكن يصير كارير. الكرونيك كارير زين شلون تعالجه؟ تعالجه فور 4 ويكس شنو؟ بسيبروفلوكساسين هم فلوروكينيولونز زين. طبعا ممكن يحتاج الترناتيف ايجنت او ممكن يحتاج انك تسوي سنسيتيفيتي تيست، ممكن تحتاج انك تسوي كوليسيستكتومي وهذا على مود توخر الجولد بلدر حتى لا يصير سكريشن زين، لانه قلنا انه البكتيريا تختل وين بالجولد بلدر زين. فالكرونيك كارير تعالجه اربع اسابيع، اما التريتمنت الاعتيادي اسبوعين. تقدر تعطي ازيثرو، تقدر تعطي فلوروكينيلونز زين، وتقدر تعطي الانواع الاخرى بس هي شويه اقل بالشغل زين. الجماعه اللي هم تعطيتهم علاج زين البايركسيا مالتهم يعني ممكن تطول زين، حتى لو انت منطيهم علاج باول اسبوع زين. جماعه اللي انت اصلا منطيهم علاج همينه ممكن الكومبليكيشنز تصير ديسبايت انف تريتمنت. تمام، كبريفنشن لازم تهتم بنظافتك، السانيتيشن، تتخلص من الفيسز شلون، تمام، المجاري، هاي الامور. كترافلر ممكن تعطي فاكسين زين، هو انجكتبل اند اورال لايف اتنويتد. خلصت المحاضره، ان شاء الله تكون سهله ولطيفه. اي سؤال انا موجود ان شاء الله بالتوفيق، وفي لقاء الى اللقاء في محاضره قادمه زين.